قد ايه واستمع لاجابتك بعد ما نشوف الوضع في شمال سيناء التي ينضم الينا على الهاتف من هناك زميلنا الاستاذ مسعد بدوي مدير مكتب وكاله انباء الشرق الاوسط هناك. استاذ مسعد. ايوه مع حضرتك. لو نعرف المشهد النهارده في شمال سيناء، الاقبال على التصويت، اهم الملامح اللي كانت ظاهره النهارده في المشهد في شمال سيناء. هو طبعا محافظة شمال سيناء شأنها شأن أي محافظة أخرى، شهدت إقبال من المواطنين على لجان الانتخابات لاختيار الرئيس القادم، وكان من أهم المشاهد التي ظهرت في محافظة شمال سيناء هو تواجد مكثف للسيدات والمرأة الثانوية بصفة عامة إلى جانب التكثيف الأمني نظرا للظروف الأمنية الموجودة في البلاد حاليا، وإلى جانب أيضا الإشراف القضائي الكامل على كافة الصناديق واللجان الانتخابية. وبدأ إقبال المواطنين يزداد ساعة أخرى حتى وصل إلى ذروته يمكن في الساعات الأخيرة من مساء اليوم، ويمكن بعض المؤشرات بتدل على أن نسبة التصويت اليوم بلغت حوالي 20% من إجمالي الكتلة التصويتية الموجودة بالمحافظة وتبلغ 227,000. عندكم كم لجنة يا أستاذ مسعد؟ 61 لجنة في 49 مدرسة. طب بالنسبة للجان اللي هي خارج العريش اللي هي بتقترب من مناطق التوتر في رفح والجورة والشيخ زويد وغيرها، هل كانت نسبة الإقبال نفسها ولا كان في عزوف؟ لا، النسبة طبعا كانت زيادة في العريش وبئر العبد والشيخ زويد أقل، ورفح يمكن كانت أقل، وده نتيجة لضم بعض اللجان على بعضها لسهولة تأمينها، وده مما أثر أو أعاق وصول المواطنين إليها، مما أدى إلى قلة نسبة الإقبال بها عن باقي اللجان الأخرى. هل كان في أي محاولات لتعكير صفو المشهد؟ هل كان في أي مظاهر حتى لو استعراضية أو تهدف لإثارة الذعر من جانب بعض التكفيريين اللي بتواجههم القوات المسلحة في محافظة شمال سيناء؟ الحمد لله التواجد الأمني المكثف موجود في اللجان منذ يومين، وتم تمشيط محيط هذه اللجان، وكان ايضا ملحوظ التواجد الامني بكثافه من القوات المسلحه والشرطه، الى جانب قيام المحافظ وقائد الجيش الثاني وبعض القيادات بمديريه الامن بالمرور على اللجان، مما اعطى اطمئنان للناخبين وشجع على اقبالهم على لجان الانتخابات. جميل. بخلاف التواجد الامني اللي انت اشرت اليها، كان في تواجد لاي نوع من انواع المراقبه؟ هل كان في وسائل اعلام موجوده؟ هل كان في مراقبين دوليين او محليين؟ وفي المنظمه المصريه كانت بتراقب، وبعض اللجان من حقوق الانسان، وكان فيه شان اي محافظه اخرى تواجد من مراقبين ومن اجهزه الاعلام واهتمام بالغ بانتخابات الرئاسه كاستحقاق لخريطة المستقبل حرص عليه الجميع هنا. شكرا جزيلا زميلنا مسعد بدوي مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط.